بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في محاضرة الأسبوع الثاني من مقرر تاريخ العلوم الهندسية للفرع الإعدادية لطلاب كلية الهندسة بشبينكم. الكورس كود هو BS014 والكورس تايتل هو History of Engineering Sciences. هنكمل في المحاضرة دي بداية الشابتر الأول اللي بدأناه مع بعض في الأسبوع اللي فات، وغطينا فيه بعض التعريفات الأساسية. وعشان نفتكر إحنا كنا بنتكلم عن إيه، تعالوا نلخص موضوع المحاضرة اللي فاتت في صورة سؤال وإجابة. فعرفنا في المحاضرة السابقة إن يعني إيه كلمة الهندسة، معناها وأصلها، وكنا قلنا إن كلمة الهندسة هي كلمة مشتقة من اللغة الفارسية. الكلمة باللغة الأصلية هي إنديزا، وكانت ترجمتها أو المفهوم اللي تعنيه هو قدرة الشخص على حل المشكلات. ولما ذكرنا تعريف الهندسة باللغة العربية لقينا إن إحنا في القاموس موجود أكتر من تعريف. واحد منهم كان بيرمز إلى الهندسة المستوية، واحد كان بيرمز إلى الهندسة النظرية، واحد كان بيرمز على إلى الهندسة وانتهينا لأن في اللغة العربية التعريف اللي ممكن نطمئن إليه هو إن الهندسة هي منظومة متكاملة لاكتساب المعلومات وتطبيقها بطريقة علمية وتكنولوجية في تصميم وتحليل وإنشاء أعمال لأغراض عملية. وكنا اتفقنا إن المهندسين بيحكمهم الاتفاقات اللي بتتم ما بينهم، والاتفاقات دي عرفت من ضمن أحد الجمعيات العلمية المشهورة اللي هي جمعية المهندسين الأمريكيين الأشري American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning، وجمعية الأسمي ASME الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. اتفقوا على إن كلمة الهندسة يبقى معناها هو التطبيق الخلاق للأسس العلمية، يا إما في التصميم والتطوير، يا إما في الإنشاء والتشغيل، يا إما بالتنبؤ بالأداء، سواء كان لمبنى أو لماكينة أو حتى لعملية صناعية. وكان الهدف اللي بندور عليه كلنا إن إحنا في النهاية يبقى نعمل safe and economic operation، هو التشغيل الاقتصادي والتشغيل الآمن لكل المفردات اللي فاتت، وهي المباني والماكينات والأجهزة والعمليات. كمان كنا عرفنا إن مين هو المهندس، تعريف المهندس هو، وقلنا إن في البداية كان الشخص اللي بيتعامل مع المحركات كان هو اللي بيبقى اسمه المهندس، وتطور المفهوم عشان يشمل إن أي شخص عنده قدرة عقلية خاصة وعنده قدرة على ابتكار أفكار جديدة وتطبيق اختراعات وتحويلها إلى منتجات، وهو يكون مؤهل علميا، ده اللي احنا بنقول عليه المهندس. وعرفنا كلمة تكنولوجي وقلنا إن هي استعمال الأدوات في تطبيق التصميمات أو تنفيذ الاختراعات اللي المهندسين حققوها، يعني هو إدخال الأدوات والمعدات لحل المشكلات البشرية بسبب إن أنت تتلافى الأخطاء البشرية أو تقلل المجهود اللي بيعمله البشر أو تخلي الأداء بتاعه بطريقة أفضل. وكنا انتهينا في التعريف على إن كلمة تكنولوجي هو التطبيق العملي لكل المنتجات العلمية والمعارف في أي مجال، وده مش لازم يكون قاصر بس على المجال الهندسي. زي ما قلنا قبل كده ان في تكنولوجي في كل المجال، منها في التعليم وفي الزراعة وحتى في الفن وفي العلوم الاخرى. وعشان دولة يبقى فيها تقدم تكنولوجي اتفقنا ان في متطلبات لكده، والمتطلبات دي كان اولها ان موارد الدولة يخصص منها جزء كافي للبحث العلمي بدون ما حد يستعجل المكسب المادي من وراه،
ان يكون في قدر من الاستثمارات عشان تستثمر في منتجات البحث العلمي، ويكون في فريق متكامل لعمل الابحاث العلميه يضمن تنوع الخبرات والاستمراريه وتبادل الخبرات ما بين الاجيال المختلفه. طيب، قسمنا انواع التكنولوجي الى 3 مجموعات. المجموعه الاولى هي التكنولوجي اللي مش بتحتاج لراس مال كتير، عشان كده او المطلوب انك تنفذها وانت مش معاك استثمار كبير، ودي النوع من التكنولوجي اللي احنا بنلاقيه موجود في الدول النامية. النوع التاني هو التكنولوجي اللي فيها انفستمنت ولكن النتيجة بتاعتها انها بتقلل الافورت اللي بيعمله الافراد، عشان كده سميناها تكنولوجي موفرة للعمل، يعني بتوفر المجهود، ودي اللي احنا بنشوفها في الدول الغربية. والدول العالم المتوسط بيناسبهم نوع من التكنولوجي اسمها تكنولوجي نيوترال تكنولوجي، التكنولوجيا المحايدة، واللي فيها انت محتاج جزء بسيط من الاستثمارات، ومحتاج يبقى الافراد اللي بتشتغل بتعمل بعض المجهود اللي يتناسب مع مقدار الميكنة او العمليات الآلية اللي بتتم في المصانع. وقلنا ان الشخص عشان يبقى مهندس محتاج انه يكون مهتم بدراسة الماث والساينس، عنده قدرة انه يبتكر افكار وينفذها الى منتجات، انه يبقى مهتم ان يعرف اللي حواليه الامور ماشية ازاي، ويفكر في ان كل مكنة بتشتغل ازاي او يعرف يفكها ويركبها بفضول زي ما كان كتير مننا بيعمل وهو في بداية حياته، وكمان يبقى عنده قدرة على انه يعلم نفسه بنفسه، عنده قدرة على التعليم الذاتي، والتعليم ده يكون باستمرار، وفي النهاية ان يعني يكون عنده communication و presentation skills عشان يتواصل مع فرق العمل، سواء كانت اللي اقل منه في المستوى التأهيل العلمي او اللي اعلى منه او في المناصب الادارية الاعلى. وقلنا ان المهندس عشان يكون عنده competitive edge انه يفضل انه يكون ناجح بتقدير يسمح له بانه يحافظ على او يحصل على ميزة تنافسية في مجال العمل. كنا قلنا كمان ان الهندسة لها مردود اجتماعي، واثرها كنا حددناه بانه ان المهندسين هم المسؤولين عن تطوير المجتمعات في الاساس، لان روح الفريق اللي بيشتغلوا بيها والتعاون اللي ما بينهم ممكن دي تبقى مثل يحتذى به لبقية الأفراد، ويبقى المجتمع كل مجتمع متعاون. الأثر التاني إن الهندسة هي أداة فعالة لتغيير الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة. وأخيرا قلنا ان بعض المشكلات الخاصة بالبيئة او المجتمع الهندسة لها تدخل مباشر في حله، سواء كانت في مشاريع التنمية او في تعمير الصحاري او حتى في التعامل مع الكوارث اثناء حدوثها وبعد انتهائها. وفرقنا ما بين المهندس وما بين العالم، وقلنا ان المهندس هو الشخص اللي بيحاول يصنع أشياء غير موجودة عشان بيها يحل مشكلات المجتمع ويحسن نمط حياة الأفراد، إنما العالم هو بس بيدرس الشيء اللي موجود قدامه، وهو يبقى عنده رفاهية الاختيار يدرس دي أو ما يدرسهاش، لكن المهندس بالعكس. وكنا ختمنا المحاضرة اللي فاتت بالستيتمنت المشهورة اللي كان بيقولها تيودور فون كارمن، اللي كان بيقول إن scientists study the world as it is, engineers create the world that has never been. تعالوا نبدأ موضوع المحاضرة الجديد، والموضوع ده فيه هنغطي بعض التطور التاريخي للعلوم الهندسية. خلي الجزء دوت في part 2 من المحاضرة. شكرا لحضراتكم.